ما نكررش الحاجات كل شويه. ففي عندي طريقه هنشوفها مع بعض دلوقتي. هبدا اعمل دلوقتي بس ايه نيو بروجكت، هبتدي مشروع جديد متريك دلوقتي. هنشوف فيه فلاتر ولا لا. عيت او اتاكدوا ان مفيش فلاتر، تمام. في حاجة كتير مش مظبطة لسه، في مشروع لسه فاتحين جديد، تمام. هنبدأ نظبط المشروع دوت بحيث ان هو مفيش تمبليت برضو، تمام. هنبدأ ناخد الحاجات اللي احنا مظبطها كل مرة من اي مشروع تاني يكون مظبط ويكون فيه فلاتر وفيه كل حاجة. هاجي من قائمة مانج هقول له ترانسفير بروجكت ستاندرد، يعني اللي هم من اي مشروع. بكون انا واقف على المشروع الجديد اللي هو فاضي خالص واسحب الحاجات دي من مشروع تاني، تمام. بيقول لي انت عايز تسحب من اي مشروع. ببدأ اشوف المشروع المفتوح دلوقتي واللي انا حاسس ان هو الحاجات فيه كاملة وكويسة. دي الحاجات اللي انت عايز تاخدها. ممكن تقول له انا عايز واحدة او اتنين منهم، ممكن اقول له هاتهم لي كلهم واقول له اوكي. دلوقتي هو بيبدأ يسحب الحاجات. طبعا ممكن تكون حاجة موجودة أصلا في المشروع الجديد، تمام. ممكن يكون حاجة موجودة أصلا فهو بنعملها في الرايت، لأن أكيد اللي احنا مظبطينه في المشروع القديم هو ده الأفضل، تمام. هو ده اللي أنا أتمنى الناس تعمله، إنها بتدور على الطريقة اللي توفر وقت في الشغل، بحيث إنها بدل ما بتاخد 5 ساعات عشان تعمل حاجة دي، لأ تاخد نص ساعة ربع ساعة. يعني عايزكم تتعلموا الكسل من الآخر. يعني زي ما كنا شغالين في الأوتوكاد كنا بنقعد ندور على الليزب اللي يوفر عليا الوقت. كان في نكتة بيقول لك كانوا عاملين مسابقة لأكتر ناس عندها كسل، فواحد جه قال أنا لقيت 10 جنيه وأنا جاي وكسلت وقت أجيبها، التاني قال أنا كان في فلوس كتيرة بس كسلت إن أنا أتصل أجيبها، واحد قال أنا لسه قاعد أحكيلكوا وراح سيبهم وراح ماشي. احنا عايزين بقى نكسل ان احنا نروح المسابقة، المهم ان احنا نخلص الشغل ويطلع حلو ان شاء الله مظبوط. بدخل في الفي في فلاتر اديت نيو، بتأكد ان هما فعلا موجودين زي ما انتوا شايفين اهمت، تمام. الفلاتر كانت ما كانتش موجودة بقت موجودة، التمبليت نزلوا. دول كان هياخد وقت جامد مننا عشان نقعد نظبطهم، ومش هينزلوا زي ما هما. برضه الفاميلي هتلاقيه برضه خد شوية حاجات، فدي طريقة جامدة جدا ان احنا نوفر وقت ونستغله في ان احنا نركز في ان احنا نطلع تصميم كويس. اتمنى يكون الموضوع عجبكم. اخوكم عمرو سليم.